هذا المثال رقم 2 شوف راح نشوفه هو مرتبط مع البوابات، مرتبط مع البوابات هو موضوع الطفو عندنا لنحسب قوة الطفو، بس هذا السؤال شوف راح نلقاه هو مرتبط مع موضوع البوابات. شنو اللي عندنا؟ هاي بلوكه سبمرج كونكريت. من يقول سبمرج يعني جسم مغمور كليا طلاب، فولي سبمرج يعني مغمور، جسم مغمور. فايش قايل لك؟ هو قايل لك هاي البوابه هاز كونكريت بلوك اتاتش تو ات، هاي الكونكريت عن طريق كيبل مربوطه بهذه البوابه، هذه البوابه اكو عندي هنج هنا في هذا المكان، هذا هنا هنج، فبالتالي هذه هنا كيبل عندي ورابطين بهاي القطعه الكونكريتيه كونكريت بلوك سبمرج يعني غاطسة. هذه هاي القطعة تكون غاطسة، مطيق قيمة البي ومطيق قيمة الال. هنا البي شو يقصد بيها؟ البي هي طلاب دائما يعطيك بي يعني هي عبارة عن الوتث، يعني اللي هي باتجاه الورقة، اللي المسافة باتجاه الورقة واللي أنا ما أقدر أظهرها هنا، اللي هي تكون عمودية على الورقة. زين بعد ايش مطيني؟ مطيني قيمة هذا الأل، ارتفاع مستوى سطح الماء، وقايل لك ارتفاع سطح الماء راح يكون على بعد 2 متر، وإضافة إلى ذلك مطيق القامة للكونكريت، القامة للكونكريت قيمته قايل لك 23.6 كيلو نيوتن للمتر المكعب، كيلو نيوتن متر مكعب. ايش قايل لك؟ أوجد مينيمم فوليوم، أقل حجم لهذه القطعة الكونكريتية التي تبقي البوابة هذه closed position، التي تبقي هذه البوابة مغلقة، التي تبقي هذه البوابة مغلقة. نيجي احنا نباوع هذا السؤال، إذن هو هذا عبارة عن جزئين، يعني جزء يتعلق بموضوع الطفو وجزء متعلق بموضوع شنو؟ موضوع البوابات. زين اجي اني لهذا اريد احسب اول شيء اشوف القوى اللي موجوده على هذه البوابه شنو عندي من قوى. فبالتالي اول شيء اجد شنو؟ الهايدروستاتيك فورس. هسه انا من اجي هايدروستاتيك فورس، شلون استخرج الهايدروستاتيك فورس لهذا الشكل او لهذه البوابه؟ هي عباره عن شنو طلاب؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوابة، هذا ارتفاع الماء مالتها، اثنين الاريا مالتها عبارة عن اثنين طولها في العرض مالتها واحد، في العرض مالتها واحد. زين احتاج البعد الشاقولي عن المركز الهندسي، اذا المركز الهندسي هنا اثنين هي كلها، اذا بعد المركز الهندسي على بعد واحد متر، البعد المركز الهندسي هو على بعد واحد متر. إذن شو أقول؟ الأف هي الجاما في الأجداش في قيمة الأي، جاما معلومة هي للماء 9810 في قيمة الأجداش هنا اللي هي قيمتها واحد، قلنا شلون؟ لأنه عامودي، الأجداش هنا العامودي وهي البوابة عامودية، ولكن إذا كانت البوابة مائلة هل ينطبق هذا الموضوع؟ لا طبعا، يعني احنا العامودي فقط نستخرجه، بس بالنسبة لمركز هذه القوة لازم نتعامل وياها كأنها هذه البوابة مائلة، وبالتالي من تكون البوابة مائلة كون نتعامل مع يعني المركبات، عندك زاوية راح يكون وشون تتعامل ويا المركبات مالتها. زين مثل ما اجانا بالسؤال، يعني مثل ما اجب سؤال الامتحان. فبالتالي الجاما في الاتش داش اللي قلنا واحد في قيمة الاريا قلنا هاي اثنين ارتفاع مستوى سطح الماء في البعد الوتث مالته العرض اللي هو قلنا قيمته واحد، اثنين في واحد، بالتالي وجدت قيمة الهيدروستاتيك فورس اللي هي 19.62 19620 نيوتن. زين اعرفت قيمتها، اريد اعرف وين دي تركز هاي الفورس، وين مكان تأثيرها؟ هنا هنا هنا، وين لازم احنا افتهمنا وعرفنا من خلال المحاضرات ويا دكتور محمد ان دائما هذه القوة يكون تأثيرها هي اسفل شنو؟ اسفل المركز الهندسي، اسفل المركز الهندسي. فبالتالي اني بخلال هذا القانون الواي سي بي يساوي لك الواي داش بلاس
مومنت اوف انيرشا واي داش في قيمه الاي. زين الواي داش هنا راح يكون نفسيته هو الاج داش، نفسه هو الاج داش. ليش؟ لان قلنا البوابه تكون عموديه، فبالتالي نعوض بمكان الواي داش واحد. المومنت اوف انيرشا هي عباره عن القاعده قلنا واحد اللي هي الويدث في ارتفاع البوابة هذه اللي هو قلنا 2 كيوبك، 1 في 2 كيوبك على 12 في قيمة الواي داش اللي هي 1 في قيمة الاريا اللي هي 2 في 1. بالتالي راح يكون مركز هذه القوة على مسافة 1.33 متر. زين نسوي مومنت اوف يعني سميشن اوف مومنت حول هذا الهنج اللي عندي. الهنج يعني اقصد به مفصل. فبالتالي شنو اللي راح يصير عندي؟ لازم انا اسوي مركبات القوه. انا عندي قوه تنشن في هذا الكيبل، فبالتالي هذه القوه في ذراعها اللي هو منها للهنج، هذه القوه في ذراعها ايش تساوي لك؟ تساوي لك القوه نتيجه الهيدروستاتيك فورس نتيجة الارتفاع مستوى سطح الماء في ذراعها اللي هو راح يكون منا إلى هنا، يعني من هذا تقريبا أقل من المركز الهندسي للأسفل منا إلى هنا. شلون نجي نحسبه هذا؟ أكيد راح تقول بالنسبة للتنشن فورس هاي بالكيبل في ذراعها هذا اللي هو راح يكون 2.5. ليش 2.5؟ هذا عندي ال هي قايل لك 2 زائد المسافة منا لهنا اللي هي ربع الاثنين أو ربع الأل، فبالتالي راح تطلع لي قيمتها 2.5 متر. إيش تساوي لك؟ تساوي لك قيمة القوة الهيدروستاتيك فورس اللي قيمتها 19620 في ذراعها هذا اللي مسافة منا لهنا. هاي شلون استخرجها؟ واضح، إما تأخذ بدلالة 2 كله ناقص الواي سي بي، بالتالي 2 ناقص 1.33 او مثل ما انا هسه هنا مسوي لكم اياه، ايش قال لكم؟ هسه المركز الهندسي من هنا هو 1 ناقص المسافه اللي ينزل بها، مسافه اللي تنزل بها هذه القوه اللي هي قيمتها 0.33. بالتالي ايش راح يكون؟ تنشن في 2.5 تساوي لك الهيدروستاتيك فورس في 1 ناقص 0.33. بالتالي انا عرفت قيمه التنشن بالكيبل هذا، طلعت لقيمة التنشن 5258 نيوتن. أجي بعد شيء آخر، هسه أنا أريد أعرف شنو هو قايل لك الحجم مال هاي القطعة الكونكريتية، مينيمم فوليوم أوف كونكريت. زين أنا هاي شلون أجي أستخرج الحجم مالتها؟ هذه شلون أستخرج الحجم مالتها؟ أجي أباوع أحلل القوة بالنسبة لهذه القطعة. شنو عندي؟ وزن القطعة هو للأسفل، شي عادله؟ يعادله قوة الطفو الفورس أوف باونسي اللي هي راح يكون مركبتها للأعلى زائد شنو؟ زائد التنشن فورس اللي موجودة في الكيبل. زين أجي أحطهم، أقول التنشن فورس هاي تنشن بالكيبل زائد الباونسي فورس، باونسي فورس، باوند فورس جاي من شنو الباوند فورس؟ من حجم هذه القطعة، حجم هذه القطعة في جاما للسائل، في جاما للسائل اللي ازاحته، فبالتالي حجمها في قيمة الجاما للسائل ايش تساوي لك؟ تساوي لك مركبة الوزن للأسفل. زي مركبة الوزن للأسفل شنو؟ هي من شنو؟ من جاما للكونكريت في الحجم مالتها، جاما للكونكريت في الحجم مالتها. بالتالي انا ايش راح يصير عندي؟ الجاما للكونكريت هو مطيك اياها بالسؤال، قايل لك هاي قيمتها، هذه قيمتها، حولها ساي بدلالة كيلو نيوتن، حولها للنيوتن، حولها للنيوتن. زين بعد شنو؟ الحجم هنا هو حجم الكونكريت هو نفسه حجم السائل المزاح اللي ازاحته، نفس الحجم، حجم هاي القطعة الكونكريتية هو نفس الحجم السائل المزاح. واصور بالتجربه انتم اخذتوها مالت الفيسكوزيتي، شفنا احنا شلون نجي نحسب القوه بالنسبه للبول اللي نازله بهذا السائل الجليسرين ولا ذاك السائل الثاني اللي هو زيت الزيتون. شلون قلنا احنا؟ شلون جينا حسبنا؟ حسبنا حجم السائل المزاح يساوي لك
يعني الوزن مات البول اللي دا تنزل. طبعا هنا مركبه هناك عندي موشن، هنا ما عندي حركه، هنا أنا ثابته، هناك عندي موشن، فبالتالي انا دا اقول حجم هذه القطعه اللي زاحتها من الماء هو نفس حجم الشكل مالتها، فبالتالي ايش راح يكون؟ التنشن زائد حجم السائل المزاح في القامه للووتر، شو يساوي لك؟ يساوي لك حجم القطعه هاي الكونكريت في القامه مالتها. انقل هاي لهذا الطرف، اطلع عامل مشترك اللي هو الحجم راح يكون بيناتهن، التنشن فورس معلومه القيمه مالتها، القامه للاتش 2 او معلومه 9810، القامه للكونكريت هي 23600، فقط المجهول راح يبقى عندي شنو؟ حجم هذه القطعه. بالتالي طلعته استخرجته قيمته 0.381. اكو سؤال طلاب على هذا الموضوع؟ اكو سؤال؟ فكره حلوه، وطبعا ايضا اشكال ممكن تجي هاي الانواع من الافكار على هذا الشكل. اكو سؤال طلاب؟ الهينج ما دام قال لك هينج هنا عزيزي، هذه مفصل، اذا المفصل راح يكون من هنا عزيزي، هذا المفصل، وهاي البوابه راح تكون متحركه، البوابه راح تكون متحركه. طبعا هو حاط لك فد ستوب هنا، فد نوع من يريد يوقف الحركه مالتها، حاطها كاتب لك هنا هذه ستوب في هذا المكان. اكو سؤال طلاب؟ اكزامبل رقم 3، ايش قايل لك؟ قايل لك partially submerged. اذا partially، من يقول لك partially يعني معناها جزئي. A partially submerged would pool، يعني قضيب خشبي، هذا القضيب خشبي مغمور جزئيا، مغمور جزئيا مثل ما نشوفه هسه بالمي، مغمور جزئيا. is attached to a wall، هذا ملامس لهذا السطح للوول، ملامس لهذا الجدار، بمفصل هنا هينج، هذا الهينج مالتي في هذا المكان. فبالتالي هسه أنا لو ما عندي ووتر هنا أكيد هاي الخشبة ايش راح تنزل؟ راح تنزل للأسفل. زين، اجي ضفت مي، فمن ضفت مي ارتفع مستواها هاي الخشبة بهذا الشكل، جزء منها مغمور والجزء الآخر غير مغمور. زين، طول هاي الخشبة راح يكون L، طول هاي الخشبة هو مطيك اياه L. الزاوية اللي حصلتها اني قيمتها 30 درجة، الزاوية الثيتا قيمتها 30 درجة. بعد شنو عندي؟ قال لي هو مغمور، شوف يعني هو كله L الطول مالته، 2 على 3 منه خارج الماء، 2 على 3 من الطول مالته خارج المي، وواحد فقط 1 على 3 من عنده هو داخل الماء، 1 على 3 من عنده هو داخل المي. زين، شنو المطلوب؟ اوجد density of food، اوجد كثافة هذا الخشب، اوجد كثافة هذا القضيب من الخشب، اوجد الكثافة مالته. يعني انت من تباوع او تركز في هذا السؤال، تجد شلون اني اجد الكثافة؟ اذا اني عندي شنو؟ عندي وزن لهذا القضيب، لذلك أنا أحتاج أعرف الكثافة مالته، يعني بدلالة أنه لازم أستخدم يعني مركبات الوزن. هنا عندي مركبة الوزن راح تدخل ضمن الحسابات مالتي. أجي أقول أسوي تحليل قوة، الهينج مالتي هذا في هذا المكان سميشن أخذ له، سميشن المومنت إيش راح يكون عندي؟ زين، مركبة الوزن في هذا يعني في هاي الخشبه من نائل هنا طولها L، وين راح تكون؟ وين راح تكون طلاب؟ اكيد راح يكون وين؟ في مركز هذه الخشبه. زين، اذا مركب احلل القواس طلاب، لازم اجي اسوي فد فري دايجرام يدوي بيدي، يعني اجي ارسمه حتى احلل القوى بشكل صحيح، بالشكل الصحيح. بالتالي ايش راح اقول؟ هاي المركبه مالت الوزن، مركبة الوزن هي W، W منين جاية؟ هي من حاصل ضرب الكتلة في التعجيل الأرضي، الام في قيمة جي، الام في قيمة جي، وأيضا شقدر أقول؟ أقدر أقول هي جاية من قيمة الجاما للوود، الجاما للخشب، في شنو؟ في الحجم مالته، في الحجم مالته. هذه شوية لازم شوية تركزون بهذا الموضوع.
كتلة الوزن هو الكتلة في التعجيد الأرضي، وأيضا أقدر أقول هي جاما للخشب في حجم هذه القطعة، حجم القطعة بس أقصد يعني حجم القطعة كلها، كلها حجم القطعة الخشبية كلها. زين، مركبة الوزن، أنا عندي الهنج في هذه النقطة، إذن مركبة الوزن هذه في شنو؟ في الذراع مالتها. بس يا ذراع، الذراع العمودي هذا مركبة الوزن اللي هي راح تكون عمودية في ذراعها اللي هو هاي المسافة منها هنا. يعني مو تجي تضرب لي في هاي المسافة منها هنا، لا، المسافة منها إلى هنا. زين، هاي المسافة منها هنا شلون استخرجها؟ قلنا هي صايرة بالمنتصف، إذن هاي المسافة منها لهنا هي نص أل، هي المسافة منها لهنا نص أل، الزاوية مطيك إياها 30، فبالتالي من هاي النقطة إلى هنا هو عبارة عن نص أل كوساين 30، نص أل كوساين 30. زين، أنا عرفت هذه المسافة، هاي صار هذا بالنسبة لمركبة الوزن. أريد بعد شنو؟ أريد أشوف قوة الطفو. هساني عندي قوة الطفو هذه force of bouncy، طبعا هاي عمودية شوي، أنا ما لحقت أرسمها بشكل صحيح يعني البارحة مستعجل كنت، فبالتالي شوية صارت مائلة، بس هي قوة force of bouncy هي قوة عمودية. زين، force of bouncy من جاية؟ جاية من كثافة المائع المي اللي عندي هنا في شنو؟ في الحجم الذي أزاحته هذه الخشبة، يعني الحجم اللي زاحته هذه الخشبة، مو كلها هي زاحت حجم من المي، هي فقط هذا الجزء اللي هي منها هنا زاح حجم معين. فبالتالي force of bouncy جاما للووتر في شنو؟ في الحجم اللي أزاحته هذا القضيب في هذا، يعني فقط هذا الجزء الغاطس، الحجم اللي أزاحه هذا الجزء الغاطس. زين، أنا عندي وين نقطة تأثير هالهاي؟ راح يكون في منتصف أيضا الجزء الغاطس، في منتصف الجزء الغاطس. زين، الآن عندي المسافة منها لهنا هي 1/3 من الأرض، إذن أقسمها على 2، فبالتالي راح تكون المسافة منها لهنا هي 1/6، والمسافة منها لهنا 1/6، يعني فقط قسمت الأرض على 3/2، بالتالي صارت هاي المسافة منها 1/6، والمسافة منها لهنا أيضا 1/6. هسا أجي أرد أشوف الذراع مالتها، ايضا لازم اضربها في المركبه العموديه، هاي المركبه العموديه للذراع، العفو المركبه الافقيه للذراع، المركبه الافقيه للذراع، هاي المسافه منا لهنا، مسافه منا لهنا، يعني مثل ما ضربت مركبه الوزن في هذه المركبه الافقيه، ايضا اضرب شنو؟ اضرب قوه الطفو في ايضا المركبه الافقيه. زين، هاي المركبه الافقيه شلون استخرجها منا لهنا؟ هاي جاي منين؟ جاي من 2/3 زائد المسافة منا لهنا 1/3، 2/3 زائد هاي المسافة أيضا 1/3، فبالتالي راح تطلع هاي المسافة منا لهنا كلها هي عبارة عن 5/6 أل، 5/6 أل. زين، هاي المركبة شلون؟ المركبة الأفقية هي 5/6 أل في كوساين الزاوية ماتي، لأن هاي الثلاثين هي نفسها هنا راح تكون، فبالتالي المسافة منا لهنا راح تصير 5/6 أل في كوساين الزاوية، في كوساين الزاوية مالتي. بالتالي أنا إيش راح أسوي هسه؟ هاي طبعا إذني قوتين متعاكسة، هاي واحدة للأعلى واحدة للأسفل، فقلت أنا أخذت الأسفل إشارتها ماينس، وللأعلى خليتها إشارتها موجبة تساوي صفر، تساوي صفر، أو تريد هاي نفسها تنقلها من هذا الاتجاه ماكو مشكلة، يعني ماكو فد فرق يعني. زين، هاي هنا أنا بس حسبت، قلت لكم ناقص W للوزن للخشبة في ذراعها هذا، في ذراعها هذا، زائد ال F of bouncy هي اللي راح تكون للأعلى في ذراعها هذا، هذا ذراعها قلنا 5/6، 5/6 ال كوساين 30، تساوي لك شنو؟ تساوي لك صفر، تساوي صفر. زين، أني أجي مركبة الوزن بالنسبة للخشبة هذه، مركبة الوزن بالنسبة للخشبة قلنا جاما للوود في الحجم مالتها، الحجم هاي الخشبة من أطلعها؟ مساحة المقطع في طولها، مساحة المقطع، مساحة المقطع في الطول مالتها، هذا بالنسبة للحجم مالت الوود في الإزاحة مالتها. زائد هسا أجي الفورس أوف باونسي، هاي منين أجي أشوفها؟
جاما للليكويد. خب عرفتها والله، هاي جاما للمي. حجم هاي القطعة، هذا الجزء الغاطس شلون طلعه، أيضا الأريا مساحة المقطع في شنو، في الطول. الطول هنا قلنا لهنا شقد قلنا، هو ثلث الأل، يعني المسافة منا إلى هنا هي ثلث الأل. المسافة منا إلى هنا هي 1/3 من قيمة الأل، فبالتالي راح يكون 1/3 من الأل في قيمة الأي. هاي يتمثل لك حجم في الجاما لل H2O للماء ووتر. في ذراع هالمسافة منا لهنا اللي هي 5/6 في قيمة الأل في كوساين الزاوية تساوي 0. أجي الباقي كله تبسيط طلاب، الباقي كله تبسيط. الأريا اختصرها من الطرفين، الأريا اختصرها من الطرفين، الأل اختصرها من الطرفين، كوساين 30 تختصر. يبقى عندي هنا فقط بالنسبة للود، هاي الجاما للود، هي قلنا الجاما هي جاي من شنو، رو كثافة الخشبة في التعجيل الأرضي. أجي عوض بمكان الجاما للود كثافة في التعجيل الأرضي. هسه تقول لي هاي اشارتها هنا سالبه، شلون صارت موجبه؟ يا بنقلتها هاي تساوي صفر، اخذت هذا الطرف كليته حولته على الطرف الثاني صارت اشارتها موجبه. فبالتالي هذني كلهن اشيلهن، كلهن اشيلهن، ارفعهن كلهن من المعادله، بقت عندي مجهوله فقط، هي راح تكون كثافه الخشبه، فقط كثافه الخشبه هي راح تكون مجهوله، وتطلع قيمتها 556 كيلوغرام متر مكعب. يعني سؤال شوي بفكرته حلوة، بس يعطيك انطباع شلون تحل هيك نوعية من الأسئلة.